تتواصل التحديات والانطلاقات مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا التواصل وهذا التحدي الجميل. الشوط الثالث ينطلق في هذه اللحظات ليحمل الأبكار الفطامين في هذه التحديات والانطلاقات هنا في ميدان سيف العرب. بشائر على رأس حربة هذا الشوط وناصر بن مصبح الشامسي يقدم بشائر على المركز الأول، بينما المركز الثاني في جبارة محمد بن راشد بن قحيد المهيري الذي تنطلق، والمركز الثالث هذه سمعة تعود ملكيتها لمانع بن راشد الكيبالي الذي تندفع، وهناك أيضا تتواجد في مشاهدين العزاء هذه الأسماء والشعارات. الله يا سلام يا سلام، الشايب سهيل بن عبيد بن يميع كذلك حاضر ومنطلقة مع هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. يا سلام، نعود إلى المراكز الأولى وإلى الانطلاق الأول في هذه التحديات وفي هذه الانطلاقات. يا سلام، سمعة على المركز الأول وتندفع بالمركز الأول في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع. يا سلام، سمعة لمانع بن راشد الكيبالي على المركز الأول، بينما المركز الثاني الشايبة السيل بن عبيد بن يميع على المركز الثاني هذه أو المركز الثالث. عندك يا بالهول محمد بن راشد بالهول بن قحيد المهيري على المركز الثالث، ولكن نعود إلى المقدمة، نعود مع رقصة الثنتين. ما شاء الله تبارك الله، راحت سمعة على المركز الأول. مانع بن راشد الكيبالي يقود المشاركين، يقدم هذه الانطلاقات، يقدم هذه التحديات الجميلة. تهانينا مانع بن راشد الكيبالي على هذا الفوز، على هذا الانطلاق، لحظات الوصول إلى خط النهاية. تهانينا والناموس. المركز الثاني الشايب السهيل بن عبيد بن يميع، والمركز الثالث اللي في جبار محمد بن راشد بن قحيد المهيري. هذه الثلاث المراكز في حالة وصولها إلى خط النهاية. تهانينا، ولكن نعتذر عن الخلل أو المتابعة للتوقيت الزمني فيها.